نطالب بإسراع العمل بال الجسر القديم وبالذات النفق، يعني لازم يسرعون بيه شويه على مود شويه يصير فك الزحام هون عندنا. يعني ايجي العالم عتجي من هوني ما اعتقد يعبوا من هوني، ايجي قف السياره هنوكا حتى من هوني هم مسدوده، فما اعتقد يجون عند السوق يعني. فنطالب شويه العمل اسرع يعني، والله كثير اثروا علينا، والله السوق والله لا جسر يعني كثير اثر علينا، هو تمام عملوا فتحوا لنا الجسر هذا بس اثروا علينا بهذا بالقديم والله. يعني اتمنى انه احد يشعلنا هاي الوضعية بقيت أحد يسرع يطلع عليهم سائد روحه وسائد جاي، يعني أتمنى أنه شوية يسرعون بالعمل. طبعا هذا الجسر العتيق من من سدونه حيل تأذينا، يعني الناس ما عاد تصلنا، كانت الناس تجي من الجسر الحرية من الرابع من كل المكانات تجي يقف يوني هاي الساحة يقف وينزل علينا على السوق، وكنا عم نشتغل وصار شوية حركة عندنا بالسوق، رجعوا سدونا هذا الجسر هذا العتيق جار رصفوني. يعني هذا التخطيط 100% غلط، على واي يراجعون هذا التخطيط، وصالوا ساني مولق قصة ساني مولق. يعني ليش افتحوا واسعد احنا يعني وقت شغلنا باب رزقنا احنا، يعني كل السنة نصطندق هذا الموسم دا نشتغل، واحنا تعرف ايجاراتنا كثيرة وكل شيء، يعني احنا عن ندفع ايجارات وعن هسه طلعت لنا موديل جديد هذا مال اعلانات، يوم يجون ياخذون من عندنا جباية، هذا الاعلان احنا علقناه انت تجي تاخذ مني جبايه ليش؟ هو المحل يعني المحل عن ندفع عليه ايجار، ندفع الاعلانات هم جبايه عن ندفع جبايه مال التنظيف، يعني كله عن ندفع احنا ومصندقين هذا الموسم ويفتح يعني بوقت الموسم تقريبا قبل الموسم بس بشهر شهرين سدونه. الضرر على الناس هذا المفروض الجسر العتيق ينفتح، ليش؟ لانه على مود تصير حركه، وخصوصا هسه هاي الاستداره غلط، ليش اللي يجي منك راح يلوف زين، واللي يجي منه يريد يطلع على شارع نينوى ماكو المفروض اللي هم يريدون يشتغلون يسوون نفق جوا الارض، اللي يجي من الكورنيش يدخل بالنفق ويطلع على وين على الميدان، واللي يجي منك من فوق النفق يروح على الكورنيش، هذا المفروض الشكل، ونطالب بفتح الجسر لان سبب لنا ارباكات.